بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مش مجرد كلمات ومش مجرد نشيد وطني، لكن احساس، احساس بيشعر بيه كل مواطن مصري اصيل، بيشعر بأهمية الوطن، بيشعر بانتمائه لمصر الحبيبة، بيتحمل كثير من التحديات، ولكن في النهاية هدفه واحد، هدفه الوصول بمصر للمكانة اللي تستحقها ما بين الشعوب. حضارتنا حضارة طويلة جدا، مطلوب مننا النهاردة ان احنا نحافظ على هذه الحضارة ونكون امتداد ليها. قرارات كثيرة ممكن يكون فيها جدل بالنسبة للشارع المصري، ولكن لما بنسمع القرارات، لما بنشوف النتائج الخاصة بها، لما بنشوف التسهيلات والتحفيزات اللي بتقدمها الدولة المصرية، بنرى ان هناك رؤية وهناك استراتيجية بالفعل مختلفة في إدارة هذه التحديات وهذه الأزمات. طبعا بتكلم عن التصالح وعدم التعدي على الأراضي الزراعية. كتير جدا من القرارات اللي تمت من أجل تحفيز إنجاز هذا الموضوع، خلونا نتكلم عنه بشكل من التفصيل. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي، نائب رئيس تحرير الاهرام. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. الله يخليك. يعني نقدر نقول ان التعدي على الاراضي الزراعيه وقانون التصالح اصبح من الموضوعات اللي بنسمعها كل يوم، وكمان في قرارات كل يوم جديده في صالح المواطن المصري والفلاح المصري تحديدا. لو حبيت اخد من حضرتك ملخص لهذا الموضوع منذ بدايته وحتى الان. شوفي، هو يعني قانون التصالح ده كان ضروري ان يتم، او قانون مش التصالح بقى، ردع المخالفات. يعني الفلسفه اللي قايمه عليها القانون ده، او الفلسفه اللي قايمه عليها مخالفه البناء، سواء بالبناء على الارض الزراعيه او بالبناء على اراضي الدوله، كان يجب ان تتغير، لانه اصبحت املاك الدوله شائعه وملك ونهب لمجموعه وفئه صغيره جدا. يعني احنا بنشوف، انا كصحفي تحقيقات شفت الكلام ده في محافظات مصر كلها، من يستطيع من معاه من مال او بقوه ان هو يستطيع ان هو يضع يده على يتعدى ارض ويتعدى، يعني خلينا نقول ان هو بيتعدى عليها. هو ده في خلل، لان هو المواطن الثاني اللي ما عندوش لا القدره الماليه ولا القدره العصبيه القوه ان هو يقدر يبني الحته ديت، في خلل في حتى في توزيع المخالفات، او خلل في الاستحواذ وسرقات ونهب اراضي الدوله. فدي كان يجب ان تقف، لان كمان في الترع والمصارف والسكه الحديد وكل حرم او حرم كل هيئه من الهيئات ديت، دي مش معموله للخبراء واللي اسسوا الاماكن دي، مش عاملينها عشان مجرد رفاهيه ان يبقى في مساحه عليها، لكن للاستخدامات الدوله استخداماتها مثلا سواء في الصرف او في الري او في السكه الحديد، يجب ان تكون الحرم بتاعها امن لصالح المواطن نفسه. الناس اللي بتردم، وحتى لو في استخدام ليها لابد ان هو يكون مقنن. لا، يعني لابد ما يكونش بان انا لقيت مكان فاضي فانا اروح خلاص استبيحه. ده كان يجب، وبعدين يجب ان يتم فرض سيطره الدوله عشان تقدر الدوله تنفذ القوانين. هو في مضى عهد سابق، احنا كنا شفنا انه اثناء كل موسم انتخابي كان يتم التغاضي بقى. لا، لانه كان الحزب الوطني كان يتعمد ذلك. احنا يعني مرينا 30 40 سنه على الكلام ده، من ايام الاتحاد الاشتراكي لغايه الحزب الوطني، ان كل ايام انتخابات الناس بتعمل اللي هي عايزاه والحكومه بتتساهل. ده طبعا في ازمات كتيره، عدم مساواه، في اعتداء على اراضي الدوله، وقف مشروعات. يعني كان ممكن في حتت اتبنت كان ممكن يتعمل عليها مشروعات تفيد جموع الناس في هذا المكان. الفكره ان الدوله تسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه، ده فكره خطا جدا، لانه ده بيؤكد ان ما فيش دوله حقيقيه بالمعنى الحقيقي. ما تم الان هو ردع للمخالفات، وان كان في بعض العنف في التنفيذ شويه، لكن ده بيحقق ردع عام وخاص لجميع المواطنين على حد سواء، والحفاظ على املاك الدوله والحفاظ على الرقعه الزراعيه. النهارده احنا اكثر من 600 او 700 الف فدان من اجود الاراضي الزراعيه الطينيه اللي تكونت على مسار النهر من الاف السنين، لغايه ما السد العالي اتعمل وبدا يحجز الطمي، كان بيجي الطمي ده مع ميه النيل، فتكونت خصوبه الارض عبر الاف السنين. البنى فيها يعني اصبح بينتزع من الوطن
جزء مهم وارض مهمه. تكلفه استصلاح في عشان تستصلحي الجزء نفس الجزء اللي تم الاعتداء عليه ده عايزه تكاليف مهوله جدا وعايزه امكانيات مهوله جدا، فضلا عن ان المياه غير متوفره او الخزان الجوفي بينضب بعد فتره. فاذا كان عندنا اراضي على عندها شبكه ري وصرف وبترها من ماء النيل، الحفاظ عليها ده واجب، ده اللي عملته الدوله. كمان الازمه انه تغيير فلسفه نظره الناس للدوله ككيان ونظره الدوله للناس، انه العلاقه اللي بتربط ما بين الدوله وما بين الافراد لابد يكون في علاقه محدده يعني، وعلاقه قائمه على عدم الظلم وعدم النهب. يعني البعض حاول ان هو يستغل هذه القرارات ويحاول ان هو يستغل التحديات الاقتصاديه اللي بتمر بينا كمجتمع مصري، ويعني بتلقي بالعديد من التحديات بالنسبه لنا في يعني اثاره البلبله بشكل او باخر، وتجاهل تماما القرارات اللي تم اتخاذها من اجل التيسير على المواطنين وعلى فئه محدودي الدخل في اجراءات التصالح. نلقي الضوء عليها ونشوف ان ازاي بالفعل زي ما حضرتك تفضلت وقلت لابد ان المواطن المصري يكون هو محل اهتمام ويعني نظر الدولة المصرية في كل القرارات، وان كان ده بالفعل احنا بنشهده. يعني بالامس كان كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المواطن المصري والتحديات التي يواجهها ووعيه وفكره بتدل كلها على ان كل هذه القرارات في النهاية لهدف التنمية والحفاظ على حقوق المواطن المصري. ما هو شوف يا أقول لسيادتك على حاجة ببساطة شديدة، كان ممكن الرئيس السيسي يقضي الفترة ولا فترتين ولا ثلاثة اللي هيقعدهم في الحكم وهو سايب الدنيا ماشية والناس بتسقف والناس مبسوطة وبتاع، لكن هو اشتغل كرجل دولة من أجل الحفاظ على الأجيال القادمة كمان، مش الحفاظ يعني ما يتم تأسيسه الآن من بنية أساسية ومشروعات عملاقة ده حفاظ على الدولة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. كان ممكن يتعامل بشيء من الاستهانة والتساهل في الأمور ديت والناس ما تبقاش عندها حالة الغضب ديت. القضية انه الإعلام كيف يدير الإعلام، كيف يتعامل الخطاب الإعلامي المصري تجاه الوضع الداخلي، كيف يتعامل الإعلام في هذه الأزمة لدحض وتفنيد كل الشائعات والأزمات اللي بيخلقها الأعداء سواء في الداخل أو في الخارج. وده فعلا برضو كان من الأشياء اللي تم الإشارة إليها بالأمس أثناء افتتاح يعني مشروع من أكبر المشروعات بمسترد بمحافظة القليوبية، يعني أعتقد إضافة جديدة للطاقة في مصر. خليني أقول الإعلام النهاردة أصبح بالفعل في مواجهة مختلفة مع الأكاذيب والشائعات، يعني سواء من خلال التلفزيون المصري بقنواته المختلفة أو من خلال القنوات الخاصة أيضا. رؤية حضرتك لهذا التناول ودوره في يعني هدم كل الشائعات اللي بتحاول أو بيكون ليها غرض إثارة الفتنة في المجتمع؟ لابد، أنا في تقديري الشخصي وأنا أحد الصحفيين في مصر، أنه لابد من تغيير الخطاب الإعلامي للإعلام سواء الرسمي او الخاص، الاعلام المصري بشكل عام، لانه المناخ العام تغير، مزاج الناس المزاج العام تغير، الاتساع حجم الاستخدام للوسائط الحديثه والسوشيال ميديا يعني اصبح الان متاح للجميع، فاي حاجه بتتنشر في اي مكان ممكن تيجي تلاقي انها اتشيرت عده الاف، وبالتالي احنا لابد ان يكون عندنا خطه حقيقيه لمواجهه هذه الشائعات ودراسة مناخ المزاج العام عشان نقدر ازاي نأثر تأثير في الناس علشان يعرفوا الحقائق. شرح الحقائق مش مجرد الأرقام بس، يعني أنا بشوف أحيانا احنا بنكتب أو في بعض التلفزيونات بيتكلموا على أن تم إنفاق مثلا 80 مليار في كذا و 40 مليار في كذا، الأرقام الصماء دي ما تهمش المواطن، مش هتقدر تديله الصورة بشكل حقيقي. لازم ده يتم من خلال موضوع موجه ويتعامل مع أحاسيس الناس، يعني فكرة انه شرح الأبعاد الموضوعات اللي بتتم أو المشروعات اللي بتتم من خلال زوايا الناس نفسها، من خلال حكايات العمال نفسها، العامل البسيط اللي بيشتغل في العاصمة الإدارية ده كام عامل اشتغل فيه، عدد أكتر من 1,800,000 اشتغلوا في المشاريع المعمارية اللي تمت، الإنجازات العظيمة اللي تمت، العمال ده يعني
لابد يبقى في من خلال الحكايات اللي موجودة على أرض الواقع، الناس اللي قاعدة في الشارع في عز الشمس وفي عز البرد بتشتغل، لازم الإعلام يتناول هذه الإنجازات العظيمة اللي بتتم من خلال حكايات الناس، من خلال أحلام من الناس، خلال من خلال تواجدهم يعني. بس خليني أقول برضو يعني إن بالفعل هناك يعني برامج بتنزل للشارع بتنقل بمصداقية شديدة. أنا ما بهاجمش الإعلام، خلي بالك سيادتك، لكن أنا بتكلم على إن يبقى عندنا خطة موحدة أكيد، يعني واهم حاجه القاء الضوء برضو على كيفيه الرؤيه او كيفيه الاستراتيجيه اللي بيتم وضعها، يعني افهم المواطن المصري ايه القرارات اللي بيتم اتخاذها من قبل الساده المسؤولين واهميه القرار ده. القرار ده اتخذ ليه؟ القرار ده تاثيره ايه؟ القرار ده في المستقبل هيؤدي الى ايه؟ المواطن المصري لما بيكون على وعي وعلى فهم بالاحداث بيكون هو الشريك الاول لنجاح هذا الحدث بشكل كبير جدا. يعني لما يحاول البعض ان هم يقولوا لا ده علشان يزيلوا التعديات بياخدوا فلوس كتير، ده الدوله بتاخد الفلوس، لا الدوله ما اخدتش الفلوس، الدوله قامت بعمل عدد من التخفيضات وصلت ل 50 جنيه بالنسبه للقرى. هم تساهلوا في يعني الارقام تقريبا. يعني ليه ما نقولش ده الاعلام المغرض بيحاول ان هو يشعل الفتن او يشعل، ما هو الناس عندها وعي، لكن احنا بقى نشرح ده. لازم يتقال انه الدوله خدت الفلوس، طب خدتها ودتها فين؟ مفيش مسؤول خد حصيله التصالحات ديت حطها في جيبه، ده هو خدها عشان يرفع كفاءة الطرق ويبني 10,000 في المحافظات اللي هم موجودين فيها. في كل المحافظات بالزبط. احنا بنشوف النهاردة نهضة عمرانية الحقيقة في كل المجالات، سواء التعليم، ما التعليم عشان تنهضي بالتعليم وترفعي كفاءة التعليم لابد من أموال. الصحة اللي تم رفع كفاءة كثير من المستشفيات وتجربة تنظيم موضوع التأمين الصحي في اسكندرية وفي بورسعيد ونجاحها، ده بفلوس بتكلفة. الطرق والكباري اللي اتعمل بشكل كبير جدا ووفرت قد ايه، ما هو ده انا عائد عليا انا كمواطن، لما بيتعمل محور او طريق اتوفر عندي وقت كنت بستهلكه كبنزين، كنت بستهلكه كوقت من عملي الوظيفي. الوقت ده تكلفه برضو يعني بالزبط. الوقت ده مش ببلاش، يعني انا بستفيد. انا في اماكن وانا شفت الكلام ده في اكتر من مكان، من اللي بروح كنت بقف بالنص ساعه في اشاره مرور او في طريق على كوبري بقف بالنص ساعه، دلوقتي بعبر المكان نفس المكان اللي كنت باخد فيه نص ساعه بعبره في 3 4 دقائق. وفر عندي وقت، وفر فلوس، وفر جهد. لأي فبالتالي مكان ما تم انفاقه او ما حصلت الدوله من اموال من الناس من كافه المشروعات الخدميه هو عائد لهذا المواطن نفسه، يعني الى جانب ان في مراعاه للفئات اللي هي محدوده الدخل بشكل او باخر، وفي مراعاه كمان لطبيعه المكان. زي ما قلت ان المحافظات والقرى تم تخفيض بالظبط، هو نزل ادنى رقم ممكن يدفع 50 جنيه يعني. وبعدين هو عامل برضو ميزه على انه على 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 فترات، يعني تقسيط، هيدفع تقسيط. المواطن نفسه كان بيدفع ارقام نفس الارقام او اكتر كرشاوي، ما اذا انت بتدفع دلوقتي بشكل مقنن وتبقى عايش امن، وبعدين ده بيخلي الناس بعد كده 100,000 مرة هيخافوا أو هيفكر إنه يعمل أي حاجة مخالفة، والعائد هيكون الحفاظ على الأرض الزراعية، الحفاظ على الطرق العامة. إحنا في طرق عامة، شوارع رئيسية أو طرق رئيسية بالمحافظات، الناس بني على حافة الأسفلت، فبالتالي ده بيؤدي إلى كثير من الحوادث، بيؤدي إلى تعطيل المرور، بيؤدي إلى مشاكل كتير. ما تفعله الدولة الآن هو ترسيخ لقيم جديدة حقيقية كان يجب أن يتم ترسيخها منذ عشرات السنين، لكن فكرة حضانة الدولة للمواطن اللي استمرت 50 سنة يعني وما كانتش يجب أن تستمر أكتر من كده، يعني إنه قيمة العمل، تأكيد قيمة العمل. النهاردة الناس اللي كانوا مسترخيين في حياتهم دلوقتي بدأوا يتعاملوا مع انه لازم يشتغل ولازم يبقى عنده دخل ولازم يبقى عنده مصدر انه يعيش منه بدل ما كان عايش لانه الحياة بسيطة والامور بسيطة وبتاع ومش عارف. ترسيخ قيمة العمل وترسيخ النظرة، تجذير فكرة النظرة الحقيقية المنطقية العملية للمستقبل. زي ما قلت لحضرتك انه كان الارقام اللي بتدفع في المخالفات دلوقتي، يعني انت بتدفعي مخالفة او تصالح، ده بيأمنك في كل حاجة في المكان اللي انت فيه،
الناس كانت بتدفع نفس الارقام واكثر كرشاوي للموظفين المحليين الصغيرين. فبالتالي اعتقد ان يعني حتى مع كل النظم اللي بتقوم بيها الدوله المصريه، هي بتقوم في اجهزه رقابيه موجوده، في قرارات بيتم اتخاذها، في دوله قانون بيتم تطبيقه بشكل جيد. اعتقد هي دي الاليه اللي هنا. ده مهم جدا، يعني فكره الدوله يعني كيان الدوله، ان يبقى في دوله حقيقيه موجوده، فبالتالي كل واحد هياخد حقه وكل واحد هيعطي الواجب اللي عليه، فهيمنع استنزاف الموارد من قبل فئه صغيره. احنا عانينا لفترات طويله سابقه ان كان فئه صغيره هي اللي بتستحوذ على كل المميزات وكل الامتيازات في البلد، فبالتالي ده هيبقى في الامتيازات واحده للجميع. والارقام اعتقد الارقام اللي في التصالح ارقام بسيطه، تم يعني تحديدها مؤخرا، الارقام بسيطه وفي القدره الماليه عند المواطن. صحيح. فضلا عن ان في حاجه مهمه كمان اشار اليها الرئيس سريعا لانه وقتنا خلص، انه ان على الحكومه ان تعمل سريعا لتحديد معايير البناء بشكل عام، ده مهم جدا. اكيد انه طبعا يؤسس لفتره قادمه، اكيد، لان ان الاوان لتصحيح يعني كثير من الاوضاع اللي ربما كنا بنعاني منها عبر سنوات طويله، ولكن النهارده ان الاوان لتغيير هذه الاوضاع ولنشعر جميعا اننا يعني في دوله، في قانون بيتم تطبيقه، في التزام، في النهايه في امن وامان لصالح المواطن المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن السيسي نائب رئيس تحرير الاهرام، نورتني يا فندم. كمان بشكر كل اللي تابعونا. دي كانت لقاءاتنا مع حضراتكم النهارده، بكره باذن الله لقاء جديد، حوارات جديده، ودايما مصر جميله. Thank you.